السلام عليكم خوتي حبابي عشراني عمرت البلاد الشعب المغربي من الحدادة للحدادة خوتي المغاربة الله ينوركم وتبقاو ديما منورين. بغيت نقول لكم من هاد الموضوع هذا اللي غندوي عليه اليوم مع هاد الصحافة هادي اللي وقع خوتي المغاربة هي شاد القرداوي هال في مكتفو شو ها القرداوي فين دايرو. ونزيدكم الوجدي قناة الشياطين ها هو وجا البازاكلو وهذاك اللي تيقول والربعة العصابة ها هي محطوطة هنا كلشي. خوتي المغاربة من هذا المنبر هذا كنقول لكم بأن هاد الناس هادو كيتسحبونا طفينا حنا ديما الحجرة شاعلة ما كطفى ما والو خاصها اللي يهبش علينا يلقانا باب. ديما حنا ولاد الحي ما كنتقاداوش ديما ولاد كازا بحال هكا دايرين ماك الحجرة ديالهم ما كطفاش. احتراماتي لجميع المغاربة واحتراماتي لجميع أمة محمد ولكن حنا ديما ولاد كازا ديما بحال هكا حنا ديما ما كنطفاوش من الاخر. لا اله الا الله ما تقولهاش خويا يقدر يعتزل بحق ماشي على حساب الوجدي لا على حساب راسه باغي لهنا دار ريالات دار فلوس من عند خوته المغاربة الله ينورهم راه بغا يرتاح راه ما كاين لا وجدي ولا وجديه ولا مراكش والو بغا يرتاح مع راسو ياكل طريف ديال الخبز اللي سهل عليه الله ويرتاح مع راسو قال هو ومن بعد يكون الخير ان شاء الله. انا خبرت انا حيدت ديك القناه فهمتي قناه ديال الموجيلي حيدتها ولكن درت قناه اخرى وما بغيت حتى واحد كاع يعرفها من الاخر بغيت حتى واحد يعرفها علاش كانت واصله مع لي زامي ديالي الدراري اللي كنبغيوني وكنبغيهم وبارك عليا انا بارك عليا دوك الناس حيت كنسمع غير الهضره اللي كتمرض ما كاينش شي واحد اللي غيقول لك شي هضره زوينه ولا شي لعيبه والو كاينين هاد الناس هادو ملي هما المرض الكبير هما هاد الناس هادو وهذا بوصلعه ها هو الشي الحاج بوصلعه ما نساوش الشي بوصلعه ها هو مول الكلبه حتى هو ما نساوش بزاف هما بزاف اخوتي المغاربه هما كيولدوا كنسحابهم تقادوا كنسحابهم تقاداو ولكن هما اخوتي المغاربه وكيولدوا تنقول راه واقيلا يلاه تقاداو ولكن هما كيتزادوا بزاف كنا محاربين في الاول مع الوجدي شويه الوجدي بدا تيولد وملي ولد بزاف حنا انا بعدا اعتزلت ملي ولد هو بزاف اعتزلت انا كنا بعدا كيولد داكشي بالتوام اخوتي المغاربه خوتي المغاربه كنشكركم من هذا المنبر هذا والله ينصر سيدنا وعاش الملك وقت ما بغيتوني انا موجود مرحبا.